سلام جاهز تغير رايك كبسه زر؟ دائما غير رايي. مش ناطر اللعبه اصلا. خدني كبسه زر. هو كبسه زر واحد بغير رايه. السؤال بيقول هل انت مع او ضد اسلوب ديما صادق؟ ليه؟ الى ديما بلا شك انه قدرت تجمع جمهور كتير كبير وعندها قضية واكيد مرأوية على الشاشة وبنفس الوقت كتير جلقة عم تصير انه يمكن الصوت عم يزعجني طبعا لما تحكي بس يعني اول ما اشوف المحطة البرنامج دغري بخليها للبرنامج وبحضر اللي عندها تقوله لانه امرار بتجيب قصص مع عواطف جياشة بتفوتنا كلنا بالحياة حتى بالحياة بس انه بنفس الوقت بعتقد الشو لازم يكفي على الهواء بس يمكن لازم يلغوه يكفي كفي 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 بس يعني يعطيها الف عافيه بعتقد ليه الاعلاميات اللي مثلها كثير عاطلين زفه كثير كبيره لسلام الزعتري very good one حرقته تعمرت هو المشكلة مش عارف أنطون أنه نعوزه لغير حلقات بس حرقت اللي هفه وقبل ما انتقل للفكرة الثانية إن شاء الله اللي حكيته عنه ما يزعله أصلا ما بعرف ديما زعلانة منك يمكن أصلا لا لا مش حال لا مش حال تعرف عم نمزح صلحته يعني ايه بتعرف انا بنكد كثير لا خبرنا بس بين لا بدي خبرنا تصلحته او بعد ايه لا تصلحنا تصلح مرتي جبرتني بس مش الحال اوكي